مساء الخير. هنتكلم النهارده عن موضوع حساس جدا يا جماعه، يخص الاعلام في التلفزيون. انا بدعو كل الناس لمقاطعه البرامج التلفزيونيه ونشرات الاخبار والذي منه. انا قلت الذي منه صح؟ ليه تتفرج على حاجات تنكد عليك وتخليك تفرد اعصابك وانت اصلا مش مستحمل؟ عشان كده انا بنصح بمشاهده برامج عالم الحيوان، ناشونال جيوغرافي، ديسكفري شانل، الحاجات الحلوه دي. وذلك للاسباب التاليه الهامه. برامج الاخبار والتوك شو طول ما انت قاعد تتفرج عليه عمال تقول اعوذ بالله اعوذ بالله، ده غير الناس التانية اللي بتقعد تشتم وتسب وشغاله سيئات. انما عالم الحيوان طول ما انت قاعد عامل كده وبتقول سبحان الله سبحان الله، دي ميزه. البرامج اياها كلها نميمه، ومين عمل ايه ومين راح فين. انا ما بستفدش حاجه في الاخر غير ان انا عرفت ده بيلبس ايه وما بيلبسش ايه، بياكل ايه وما بياكلش ايه، توجهاته ايه وتوجهاته مش ايه. برامج الحيوان طول ما انت قاعد عمال تاخد في معلومات، واهم حاجه ان انت لو دخلت امتحان احياء هتحل كويس. البرامج اياها برضو طول ما انت قاعد بتسمع لها بتحس ان بكره نهايه العالم، الدنيا سوداء جدا، هي شويه سوداء لكن بتحس ان هي قاتمه. برامج عالم الحيوان، طبيعه، انهار، خضره، السماء زرقاء، معرفش ازاي على طول زرقاء، صبح ليل زرقاء، غزلتين تحت النخله كده، يديك ايحاء ان انت لو كنت حيوان في امل في الحياه. عمرك سمعت في عالم الحيوان ان قطيع من قرده البابون اقتحموا عارين الاسود وطلبوا فديه 15 موزه؟ عمرك سمعت عن فيل سافر نيوزيلندا وقابل كبار مسؤولي ابقار المارينو علشان اتفاقيه البان؟ سمعت عن تعبان راح عياده السحاري وعمل عمليه تجميل في ديله؟ احنا وحشين قوي. عمرك سمعت عن سناجب احتكروا زراعه البندق؟ وطبعا ما حدش سمع عن اعتصام الدببه القطبيه في الاسكا اعتراضا على ترشح كلاب البحر للانتخابات البرمائيه. زي ما قال احمد مكي، عمرك شفت كلب جيرمن اتجوز كلبه بلدي علشان جنسيتها؟ في النهايه على قد ما عالم الحيوان همجي وشرس، بس في نظام وسيستم بيحكم. كلامي واضح والرساله واضحه. الغابه انا وقمت ماشيين زقطين واللي مطمن